لو كنا مقصرين في الايام اللي فاتت ازاي نقدر التقصير ان شاء الله يا رب ازاي نقدر نغتنم الايام اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحقيقه انه لما ممكن المستمع او المشاهد يتفاجئ النهارده بنتكلم على 16 في رمضان فجاه كده، واحنا كنا لسه يا دوب من تقريبا من دقائق بنقول احنا رمضان جاي ولا ايه ولا جه ولا بكره ولا بعد ولا كده. ويمكن في القران الكريم في اشاره لهذه المساله، مساله انه ايام رمضان بتجري بسرعه. لما ربنا بيكلمنا عن فرض الصيام وبيقول كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعدها مباشره بيقول اياما معدودات، وكان في اشاره انه ايام بتجري بسرعه سريعه، وكان برضو ده معناه انك اغتنمها، اوعى تروح منك هذه الايام من غير ما يكون فيها حصيله كويسه وتطلع منها بدروس وعبر وعظات، تطلع منها انسان مختلف شويه. لانه الانسان لما بيدخل رمضان هو داخل اشبه بورشه بتعالج وبتراجع كل تفاصيله، بتراجع فكره وسلوكه وعقيدته وقلبه ومشاعره واحاسيسه، صدقاته بره وعلاقه، يعني كل الحاجات دي بتتراجع في رمضان. فطبعا اللي بيصيب خير او اللي بيحسن استغلال الشهر واستثماره هو اللي بيطلع منه انسان شويه مش هنقول مختلف كليه، لكن على الاقل اعاد ترتيب وتنظيم افكاره وحياته ومشاعره واحاسيسه، فده شيء طيب جدا. النهارده عدى نص الشهر من رمضان، لكن هو المعنى اللي بياكده فينا كل رمضان وكل موسم بيتجدد بياكد فينا المعنى الطيب ده، معنى الضمير اللي لما يغيب من انسان الانسان يتعب ويبقى مش كويس، والمجتمع يتعب ويبقى مش كويس، لان احنا محتاجين يبقى في ضمير، ضمير على مستوى الانسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، ضمير مجتمعي. مش عارف الصوره دي لازم تكون واضحه في اذهان الناس، انه بيفضل ربنا سبحانه وتعالى في شهر شعبان ياكل ويشرب ويعمل اللي هو عايزه مفيش مشكله خالص، واول ما تقرب رمضان فممنوع ياكل الحلال. يعني الحلال ممنوع منه اللي ربنا اباحه، لكن يتقال له خلاص الاذان خلاص يبقى ممنوع، فيفضل ممنوع ممنوع وقدامه الاكل وقدامه الشرب وهو محتاج ياكل ومحتاج يشرب، ما يقدرش يمد ايده غير لما ياذن ربنا سبحانه وتعالى باذان المغرب فيتقال له دلوقتي اتفضل كل. الفكره دي او المشهد ده بيعلمك انك ماشي باوامر، ماشي بكتالوج، ماشي بمنهجيه، مش ماشي بهواك، مش ماشي زي ما انت عايز، مش ماشي زي ما يقول لك عقلك او تقول لك شهوتك، لا مش كده خالص. المفروض ان في احنا كبني ادمين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وحط لنا كده ضوابط في الحياه علشان نمشي عليها صح، فبيعلمك ان انت طول 11 شهر عملت اللي انت عايزه، بس خد بالك انت في منهج ممكن يغيب عنك او انت تغفل عنه او تنساه، محتاج تفضل عايش عليه وفاكره كويس قوي علشان حياتك تبقى صح. مساله ان يبقى عندك ضمير ومراقبه لربنا سبحانه وتعالى، مساله انه انا ما اقدرش اكل الحلال ولا اشرب الحلال، حضرتك بتقول مراقبه ما اكلش الحرام. دكتور محمد، حضرتك ذكرت خلال حديثك كلمه مراقبه او هذا المصطلح، نعم، بمعنى ايه لو حضرتك توضحه للناس اكتر؟ المراقبه معناها ان الانسان يبقى عنده يقين انه ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه دائما على الظاهر والباطن. وتصور حضرتك وممكن نتفق على هذا المشهد او هذا المعنى، لما يكون الانسان عنده هذا اليقين هذه المعلومه ان ربنا مطلع عليا دايما في الظاهر والباطن، في الظاهر في شغلي وسلوكي وتعاملاتي، وفي الباطن حتى في احاسيسي ومشاعري. تصور لو انا مثلا ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا وان انا بكره حد او احقد على حد او احسد حد على حاجه او لكن طب انا هخاف من ربنا. لو ربنا لو انا مستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى ورقابه ربنا ليا، طب انا همد ايدي على الحرام ليه؟ لو انا مستحضر المعنى ده. فحكايه المراقبه دي في غايه الاهميه، ويمكن ده بيربطنا بالحديث الاصل. احنا عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، لكن بعض الاحاديث تعتبر احاديث اصول، احاديث عمد في الدين يعني. منها الحديث المشهور بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو سيدنا جبريل جاله وساله الاسئله المعروفه، قال له ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ وبعدين ساله عن الساعه، وبعدين ساله عن امارات الساعه، خمس اسئله معروفه. فهو لما سأله عن الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت داير بين الحاجتين، هو يراك كأنه يراك، أنت تعبد يعني تعمل تقدم وتتعبد وتطيع وتلتزم كأنه يراك، يعني تعيش على معنى أنه ربنا فعلا شايفك. طب أنت فعلا مش واصل أنه شايفك، أنت مش شايف ربنا سبحانه وتعالى، فهو شايفك. ففي رقابة مستمرة على العبد، والإنسان لو فكر فيها صح، ربنا مطلع طبعا، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، يعني إذا كل حياتك. ولازم نعرفه إنه إحنا ما بنتحاسبش بالطن ولا بالكيلو، إحنا بنتحاسب على مستوى الذرة.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وده حساب يبقى يصعب المسألة شوية علينا ويوجب علينا ان احنا لازم نصحصح ونراقب ربنا كويس.